السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جيتا اي 5. في حلقة اليوم سنتابع المهام، وأتوقع بأننا سنقوم الآن بالهايس الأخيرة in deliver the girl the Trevor Ildfield. سنقوم بالمهمة، أصلا تقريبا جميع السيتابس لقد أنهيناها. الآن سنقوم بالمهمة with her father. سيعطينا 4.5 مليون دولار. فاينل، ليتس جو. ليستر سيحصل على 10%، تريفر 12.5، فرانكلين 12.5، وأنا سأحصل على 55%. هيا أصدقائي، يجب علينا القيام بالمهمة. الآن علي الذهاب عند بيج لكي نقوم بأخذ الأشياء التي سنحتاجها في الفاكتوري. وكذلك لا تنسوا يا أصدقائي، إذا أعجبتكم هذه السلسلة الخاصة بالمهام هذه فإنها هي المهمة الأخيرة. لا أعلم هل عندنا هناك مهام أخرى في إمكاننا القيام بها أم لا، لكن صراحة استمتعت كثيرا بتسجيل هذه المقاطع لكم. أتمنى أنكم أنتم كذلك استمتعتم بهذه المهام الجديدة والمنوعة في جيتا اي 5. وصلت عند بيج. هاي لقد أحضرت لنا الآن كل شيء نحتاجه. لاحظتم حسنا سأتكلم معها. ماذا يوجد وسط هذا المكان؟ علينا ارتداء الهيفي ارمر. يا سلام، لاحظوا ارتدينا هذا الدرع القوي جدا. ليتس جو بويز. والان سناخذ الانسرجنت. اتوقع باننا سنقوم بالحرب ضد العصابات. بما اننا ارتدينا هذا الدرع القوي فان الامر سيكون خطير جدا. لن تكون المهمه سهله يا اصدقائي. سنذهب الان للبيز. البيز، هل ميليتاري بيز؟ لا اعلم صراحه. المهم سنتجه نحو المكان، وعندما سأصل لا سأعود لكم. لقد جئت لتلك المنطقة التي أخذوا الفتاة لها. Go to the base. وصلت. Well guys, it's all or nothing. Get away vehicle and leave the area right away. فهمت. And go rescue her. الآن علي الذهاب وإنقاذ الفتاة. Drive the insurgents into the base. هذه هي البيز. لقد جئنا للبيز الخاصة بالأعداء. فهمت الآن. أول عدو علينا قتله وهذا الكلب. من اللازم علينا تدمير ذلك الكلب اولا، وبعدها الدخول عند الكلاب. ساقوم بتدميرهم. هل لاحظتم عدد العصابات؟ عدد العصابات هائل جدا. علينا قتلهم. دمرهم. اضربه في الراس. احسنت. دمر هذا الكلب. ذلك الكلب يشبه كارل جونسون. احسنتم. دمرناهم يا حبيبي، دمرناهم. موت انت. هناك اشخاص في السطوح لا يوجدون. جيد. دمرهم، دمر العصابات. احسنتم. اتمنى فقط الا يقتلوا الفتاة. دمر هذا. جيد، هناك شخص في الفوق لكني ساتجاهله حتى اقتل هؤلاء الاشخاص. احسنتم، اقتله. جميل، دمر هذا كذلك. العمال ساتركهم لانهم لا يشكلون علينا خطر. سيرش ذا جيرل، علي البحث عن الفتاة. سانزل، لا يهمني الامر الان. قتلنا الجميع. مت انت ايها الكلب. هناك شخص هنا لكنني لم أراه. سأخذ هذا السلاح الكبير لأن هناك كلاب. هاهم، لقد رأيتهم. موت يا أيها الكلب. جيد. سأخذ هذا السلاح. أين الأعداء؟ العدو فإنه موجود هناك في الأسفل. أين هو؟ لم أراه بعد. هاهو لقد جاء. دخل الكلب. جيد لقد دمرته. هناك عدو آخر كذلك هنا. لا أستطيع الخروج عندها، لا توجد طريق من هناك، لكن هناك عدو في ذلك المكان. انتظروا، سأقتله على السريع وسأعود لكم. تعال يا أيها الكلب. هيا اظهر يا أيها الكلب وستموت. اظهر. أين هو؟ أين أنت يا أيها الكلب؟ هاهو لقد رأيته. هل لاحظتم؟ موت. جي قتلته وحدثت له جليتش. هيا تعالوا علينا إنقاذ الفتاة الآن بسرعة لكي لا يقوموا بقتلها. أين هي الفتاة؟ هل هي موجودة هنا في الفوق؟ لا، هي موجودة في الأسفل. هناك علامة بالأخضر في الأسفل. أين أنت يا أيتها الفتاة؟ نعم، علي البحث هنا. لا يوجد أي شيء، لقد اختفت العلامة كما تلاحظون. الآن سأحاول الذهاب للمكان الآخر، الضفة الأخرى. العصابات قتلناهم لحد الآن. فتاة أتوقع موجودة هنا في الأسفل. انتظروا. هل وضعوها في هذا الكونتينر؟ انتظروا. هل أنت هنا؟ تكلمي. أتوقع ذلك. نعم. هاي مسكينة. هي هذه. Go back to the insurgent with the girl. الآن علينا العودة للإنسرجنت مع الفتاة، لكن هناك هذا الكلب جاي. هل لاحظتم؟ قتلت أبو الكلب. هيا تعالي يا أنستي، ولا تقلقي، لن يستطيع أي أحد إصابتك. هيا الفتاة جاية، لكن لا أعلم لماذا توقفت هناك. هيا تعالي، الحقي بي، أسرعي. ها أنا ذا، هيا الحقي بي، تحركي، هيا الحقي بي. حدثت لها جليتش 100%، حدثت لها جليتش. هل هم جايين الآن؟ لا، لم يأتوا بعد. غريب. وصلت للإنسرجنت.
لقد جئت لهذا المكان، هل ستأتي الآن الفتاة عندي؟ علي انتظار واحد تأتي. هيا تعالي تعالي تعالوا أنا هنا، حدثت لهم جليتش لا يستطيعون اللحاق بي. هيا اصعدي الآن. هي وتريفر حدثت لهم جليتش، لاحظتهم لا يريدون الصعود معي. هذه المرة جئت لهذا المكان لا أريد إدخالها صراحة للبيز، لأن من الممكن لمشكل حدث لنا بعدما قمت بإدخالها للبيز. لم تعرف الطريق لكي تمر، لهذا السبب حدثت لنا تلك الجليتش. الآن لن أكرر الخطأ، الآن سأنزل عندها لكي أقوم بإنقاذها. فقط ابقوا هناك لا تلحقوا بي. أين هي الفتاة؟ ها هي. جيد. أوه هل لاحظتم؟ لقد سقط تريفر هناك أو مايكل، لست متأكد. هناك شخص هنا، لا يهمني الأمر، سأتجاهلهم. هيا اصعدوا اصعدوا. أوه أنقذت فتاتين وليس فتاة واحدة فقط، هذا صراحة شيء عجيب. لاحظوا ثلاثة فتيات. لم أعد أفهم أي شيء يا أصدقاء، لقد قالوا لنا بأن يجب علينا إنقاذ فتاة واحدة فقط، لكننا الآن استطعنا إنقاذ ثلاثة فتيات. الحمد لله أنني قمت بإعادة المهمة واحدة هذه الجليتش، استطعت إنقاذ ثلاثة فتيات وليس فتاة واحدة فقط. فهمت الآن ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص. أنا متأكد بأنهم يقومون بالتجارة في الفتيات، وقاموا بسرقة فتاة ذلك الشخص الغني كذلك. الحمد لله، الآن علينا الذهاب للهيليباد لكي نقوم بأخذهم في الهليكوبتر. سأحاول السياقة ببطء فقط لكي لا تسقط تلك الفتاة مسكينة. عجيب جدا ما حدث. يا سلام عليك، استطعنا إنقاذ ثلاثة فتيات وليس فتاة واحدة فقط. وعدت لكم يا أصدقاء، لقد حدث جليتش ما لا أعلم، لكن هل لاحظتم ذلك السلاح؟ قالوا لي بأن حدث جليتش، وقالوا لي wait for Franklin or Trevor to get into the insurgents. لكن تريفر وفرانكلين فإنهم موجودون في الإنسرجنت، لكنهم لا يظهرون، اختفوا. هناك العديد من الجليتش صراحة في هذه المهام. ظهرت لي الآن علامة في الخريطة، قالوا لي لقد سقط، لقد أسقطته المسكين. هل سيتحرك الآن؟ هل سيصعد؟ أين أنت؟ يصعد. هل صعد؟ نعم لقد صعد. هل لاحظتم الإيكي؟ لا أستطيع رؤيته، أصبح إنفيزيبل لا يرى. وصلنا الآن للبادزارد. هي إيش هالفتيات هي؟ أين الصعود؟ لاحظوا لاحظوا، ثلاثة فتيات. كيف سيستطيع هذا العدد من الفتيات الصعود في هذا البادزارد؟ لاحظوا صعدت واحدة فقط، والفتيات الأخرى مع السلامة سيوليتر. ما عليكم فعله يا أيتها الفتيات فقط الذهاب، وقوموا بالاتصال بعائلتكم لكي تأتي وتقوموا بإنقاذكم. الفتاة المهمة التي يجب علينا إنقاذها لقد ركبت معي في الهليكوبتر. لا يهمني الأمر، تريفر أو فرانكلين لم يعد إنفيزيبل، لقد أصبح يظهر الآن. اقتربنا من الوصول للمكان تريفرز إيلفي. ما الذي علي فعله الآن؟ هل جاء؟ هل جاء أبو الفتاة؟ آه يا ابنتك لقد أحضرناها لك يا صديقي، وأنا متأكد بأننا أنهينا المهمة الآن بنجاح. آه يا ابنتك يا صديقي، كيف حالك؟ قد أحضرتها لك، تعالوا أحضروا لي الفتاة. آه هو لقد جاءت عند جاءت عند أبيها ودفعته. ما رأيك؟ Let's get out of here. سيذهب الآن. آه وده لقد أخذ الفتاة معه وسيذهب. سيهجمون علي. Leave the area، علي الابتعاد. هيا تعالوا تعالوا، سنأخذ الهليكوبتر وسنبتعد. وبهذا سنكون قد قمنا بالمهمة بنجاح. أتمنى أن أعجبتكم يا أصدقاء، إذا أعجبتكم فلا تنسوا قوم بدعمنا بالضغط على زر اللايك. صراحة كانت هذه المهمة ممتلئة بالعديد من الجليتشات، على الأقل في الأخير استطعنا فعلها. أو لا 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 سأموت، لقد اختفت يا أصدقائي تلك الطائرة وميت في الأخير. لا تنسوا يا شباب ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. لازالت عندنا إتش في الخريطة، يعني في إمكاني القيام بالمزيد من المهام. ترقبوني إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.